قناة عراقية جديدة ظهرت على القمر الصناعي النيرسات. أهلا بكم متابعي قناة محمد يوتيوب لأحدث الترددات على القمر الصناعي النيرسات. في بداية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتابع معكم دائما أحدث الترددات والتغيرات الجديدة على القمر الصناعي النيرسات. نعرض لكم بهذا الفيديو ظهور قناة عراقية جديدة، قناة رائعة ومميزة. تابعوا معنا لنهاية هذا الفيديو لنتعرف على هذه القناة وطريقة إدخال التردد. من زر المنيو بالريموت تظهر معنا قائمة التركيب. نذهب إلى قائمة الترددات. لإضافة تردد جديد نضغط على الزر الأحمر الموجود بالريموت ونقوم بإدخال التردد. عشرة آلاف وتسعمائة وواحد وسبعون على معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقية وحرف الأتش، ونضغط موافق لإدخال هذا التردد. ظهرت رسالة بأن التردد موجود مسبقا، نقوم بوضع إشارة الصح أمام التردد ونضغط على الزر الأزرق الموجود بالريموت. البحث عن الشبكة نجعله مغلق، نوع القناة نجعلها مجانية، ونبدأ البحث على هذا التردد. ظهرت 14 قناة على هذا التردد، نضغط نعم لحفظ عملية البحث. نعرض لكم اليوم ظهور قناة العراق ون، القناة الرائعة والمميزة التي تعرض العديد من المسلسلات التركية والعربية، وتعرض أيضا الأفلام العربية والأجنبية الرائعة والمميزة. شاهدوها على تردد 10971 على معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقية وحرف الأتش. شكرا على المشاهدة والمتابعة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.